يعني بالفعل البخل من أقبح الصفات المنفرة. على فكرة نور، مو بس النساء بيتضايقوا من البخل، كمان الرجال بيتضايقوا إنه إذا قعدوا مع رفيقهم البخيل فوراً بيطلعوا معه عليه ألقاب، إنه خلص يلا إجا اللي إيده ماسكة، إجا الحريص، إجا اللي ما بيسخى يصرف. وحتى كمان الرجال ببيوتهم بيتضايقوا من نسوانهم إذا كانوا مدبرات زيادة عن اللزوم. خلص فردي إيدك، بدنا نعيش يوم واحد، نحن ما رح صحيح. نكرره. التاريخ كرس شخصيات بخيلة في العالم، وفي خط رفيع بيفصل بين الحرص والبخل، وامتلأ هذا التاريخ بالشخصيات البخيلة مثل بول جيتي يلي هو رجل أعمال أمريكي بريطاني بعام 1957 أطلق عليه اسم أغنى رجل أمريكي على قيد الحياة بثروة قدرت ب 1.2 مليار دولار. وبعام 1973 انخطف حفيده، قام الخاطفين طلبوه بفدية. يا ترى دفع هاي الفدية لينقذ حفيده أو لا؟ خلونا نتعرف أكثر عن قصة هالملياردير البخيل بهالتقرير. بنجامين فرانكلين قال أن القرش المدخر مكسب، وهذا شعار جيد ليطبق، لكن هناك استثناءات للقاعدة، خاصة في المواقف العصيبة. الجميع يعرف أصحاب المليارات جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وبيل جيتس، لكن ماذا عن بول جيتي؟ جان بول جيتي هو رجل أعمال بريطاني الأصل، ولد عام 1892 في أمريكا، صنف كأغنى رجل في العالم أواسط السبعينيات بعد نجاح مغامرته بالاستثمار في الصحراء العربية. كان لشدة بخله يضع هاتفاً عمومياً داخل قصره في إنجلترا حتى يتجنب دفع كلفة مكالمات الضيوف والأقارب. في سنة 1973 تم اختطاف حفيده والذي يحمل نفس اسمه في روما بإيطاليا، وطالب الخاطفون بدفع فدية 17 مليون دولار فرفض دفعها، وأجاب لدي 14 حفيداً آخر، وإذا دفعت بنساً واحداً الآن فسيكون لدي 14 حفيداً مختطفاً. وبعد 3 أشهر تم إرسال طرد إلى إحدى الصحف الإيطالية يحوي خصلة شعر مع قطعة من أذن الحفيد وصورة مع استغاثة للجد بدفع المبلغ بعد تخفيضه إلى 3 ملايين دولار، إلى أنه رفض بالبداية، ولكنه وافق بعد نصيحة محاسبه الذي نصحه بإمكانية دفع مبلغ 2,200,000 دولار واستقطاعها من دفعات الضرائب إلى الحكومة، وبقي 800,000 دولار وافق على دفعها للفدية على شرط احتسابها قرض على ابنه بفائدة 4%. توفي عام 1976 وتم إنتاج فيلم All the Money in the World عام 2017 والذي يتحدث عن قصة حياته.